ما زال حديثنا عن الفن مستمر، ورموز مصر الفنية هم قوتها الناعمة. مقتنياتهم أيضا هي جزء من تراث بيخلد لحظات مهمة جدا من أي عمل فني أو مسرحي، زي الملابس، الأدوات الكتابية، الساعات، المقتنيات النادرة المحفوظة في متحف رواد الفن. يا مصطفى، صحيح آخر المقتنيات اللي انضمت لهذا المتحف هي مقتنيات الفنان صلاح قبيل. خلينا نتعرف أكتر عن هذه المقتنيات الجديدة اللي تم إهدائها لهذا المتحف بصحبتنا الأستاذ تامر فاروق، المدير المالي والإداري المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. كلمنا، يعني أنا عرفت كان ناشر ابن الفنان صلاح قبيل على صفحته قصة إهداء عدد كبير من مقتنياته. كلمنا عن المتحف بشكل عام، وكلمنا عن الإضافة اللي أضافها أو أضافتها مقتنيات الفنان صلاح قبيل لهذا المتحف. تمام يا فندم. في البداية كانت فكرة المتحف جت مع إنشاء قرار المركز سنة 81، وكانت البداية كانت عبارة عن بعض المقتنيات للفنان الكبير يوسف وهبي في بعض أعماله مثل رازبوتين والأخرس والفنانة أمينة رزق، وبعض مقتنيات الموسيقى زي عود داوود حسني وعود سيد درويش. تمام. لغاية حوالي سنة 2019 كان عندنا 7 مقتنيات فقط. تمام. لغاية ما جه الأستاذ ياسر صادق وعمل تعاون مع جمعية أبناء الفنانين، فأصبحت الجمعية دي بصراحة يعني ما بخلتش علينا بأي شيء، وراحت جايبة لنا مقتنيات لبعض الفنانين من ذويهم سواء أبنائهم سواء أقاربهم، إلى أن وصلت إلى 84 مقتنى من 7 فقط. تمام. ولقينا ان شغف وحب الناس للتعرف على الحياه الشخصيه للفنان طبعاً اكبر بكتير من اعماله. عايزين مبهورين مثلا نظاره الفنان، عبايه الفنان، قلم الفنان، عود الفنان، فلقينا شغف رهيب من الناس. فتولدت الفكره لدى الاستاذ ياسر صادق ان هو يجمع كل المقتنيات دي، فبدا بحديقه المتحف وعمل صور لجميع الفنانين اللي جابوا لنا مقتنى، حتى مسلسلة بتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة. ودخلنا جوه بعد كده بقى ايه الطابق الاول، تخش تلاقي مقتنيات كتيرة، ناس كتيرة، الفنانة سامحة ايوب سواء راحلين او سواء احياء، الفنانة سامحة ايوب، الفنانة امينة رزق، داوود حسني، عدل كاسب، حتى زوزو نبيل في سيمة جواز ليها وساعة وبطاقة وخواطر بخط اليد ليها، والفنان توفيق الدقن اللي ابنه المستشار ماضي الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين، بصراحة هو كان ليه دور كبير في إحياء هذا المتحف وتزويدنا بالمقتنيات. تمام. لما لقينا إن الموضوع بقى بصراحة كبر بشكل رهيب، تمام، وما بقاش الطابق الأرضي يكفي. أيوه. تمام. فبرضك الدكتور ياسر الصادق رئيس المركز السابق قال لازم نعمل المبنى كله متحف، وفعلا قدمنا خطة لوزارة التخطيط على أساس إن احنا نعمل الطابق الثاني والثالث حتى نعرض المقتنيات دي بشكل يليق بالجمهور. تمام. وافقت وزارة التخطيط وخدنا الدعم المالي الحمد لله على السنة الجديدة، وهنعمل الطابق الثاني والثالث للمتحف، لأن الموضوع بصراحة احنا كل يوم يجي لنا واحد من ذوي الفنانين عشان يهدي لنا مقتنياته ويبهر بالفكرة، وكل واحد شايف قريبه أو باباه، يعني بصراحة يعني كان فخورين جدا. حتى لما جت معالي الوزيرة كله كان واقف مبسوط جنب قرايبه ومقتنياته، والحمد لله. يعني بس أستاذ تامر، يعني بما أن حضرتك بتتحدث عن فكرة أنه إزاي بتحصلوا على مقتنيات الفنانين، هل فقط بتبقى بشكل تبرع مثلا أو إهداء من ذوي الفنانين، ولا أنتوا ممكن تتوجهوا لأسرة فنان بعينه؟ بنعمل الاثنين يا فندم، بنعمل الاثنين، بس هي بصراحه بنعتمد اعتماد كبير على جمعيه ابناء الفنانين، وهي اللي تتصل بيهم وبعد كده بايه بنتقابل وبيتم في شكل اهداء. تمام. وفي طريقه ثانيه ان احنا بنتوجه للفنان ونقول له لو سمحت ايه اهدينا بعض مقتنياتك، زي ما عملنا مع الاستاذه سميره عبد العزيز والاستاذه الفنانه الكبيره سميحه ايوب والاستاذ اشرف عبد الغفور. صحيح. ففي دي وفي دي، ما بنسيبش سبيل او طريق لما ايه نحصل على مقتنيات الايه الفنان اللي معانا. صحيح. عموما احنا في مصر بالفعل محتاجين زي ما بيقولوا كده ايه نغير
ثقافتنا المتحفية، نشوف الإبهار اللي هيحصل في المتحف المصري الكبير نبني عليه، نشوف المتحف اللي وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائه لعمليات الإرهابية في سيناء، نشوف متاحف زي حضرتك بتتكلم عليها، متاحف للفنانين معاصرين كلها من القرن العشرين والحادي والعشرين، بحيث إن يبقى عندنا تنوع والعين بتشوف كل ده، والمشاهد أو السائح العربي أو الأجنبي محتاج يشوف تنوع من كل هذه الألوان. بنشكرك أستاذ تامر فاروق مدير المالي والإداري المركزي القومي للمسرح والموسيقى والفنون على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لحضرتك.